لا تزال إيران معزولة عن العالم بسبب حجب السلطات للإنترنت منذ انطلاق احتجاجات منددة بارتفاع أسعار الوقود، ولم يتضح بعد الحجم الفعلي للمظاهرات والعدد الحقيقي لضحايا تدخل قوات الأمن. حجب الإنترنت تسبب في وقف تشارك الفيديوهات والصور التي توثق المظاهرات وأعمال العنف التي رافقتها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، واستطاع البعض نشر بعض الفيديوهات الجديدة أظهرت ما بدا أنها مشاهد عنف مستمرة لأيام، وعلق البعض على صفحاته أن هذه الفيديوهات هي ما استطاع الحصول عليها. وعلى الرغم من إعلان الحكومة نيتها إعادة الإنترنت إلى البلاد فقط عندما تتأكد من عدم إساءة استخدام الشبكة بسبب المشاكل التي تعرضت لها المصارف والشركات، ذكر موقع نت بلوكس المختص في الأمن الرقمي والذي يراقب حركة الإنترنت حول العالم أن اتصالات الإنترنت في إيران كانت الثلاثاء 19 نوفمبر عند نسبة 4% مقارنة بالمستويات العادية، وأن ساعات القطع بلغت 100 ساعة، مشيرا إلى أن الحكومة قامت أيضا بقطع الشبكات القليلة المتبقية. وفي ظل التعتيم الإعلامي وصعوبة الحصول على معلومات دقيقة عن الأحداث الأخيرة، عبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء أنباء عن انتهاكات السلطات الإيرانية للمعايير الدولية لفض الاحتجاجات، في حين قالت منظمة العفو الدولية إنها تأكدت من مقتل أكثر من 100 شخص منذ بدء الاحتجاجات في إيران، في حين أكد معارضون إيرانيون أن أعداد القتلى تجاوزت 200 قتيل وآلاف الجرحى، مشيرين إلى أن قوات الأمن اعتقلت آلاف الأشخاص. من جهته أعلن اتحاد الطلاب الإيرانيين أن قوات أمنية بزي مدني قامت باعتقال عدد من الطلاب في سيارات إسعاف أثناء احتجاجات ليلية لطلاب جامعة طهران، وأشار إلى أن قوات الأمن هددت الطلاب بالاعتقال في حال نزولهم للشوارع. يأتي هذا فيما أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني إخماد اضطرابات في الشوارع في انتصار على ما سماهم أعداء خارجين عن الجمهورية الإيرانية. وتأتي الاضطرابات في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني حالة من الشلل جراء عقوبات أمريكية أوقفت تقريبا صادراته النفطية.